قرر مؤخرا الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد تحديد تاريخ امتحان إثبات المستوى حضوريا يوم 18 ماي المقبل، بعد أن كان مقرر إجراء الفرض الإلكتروني كآخر امتحان لهذه السنة. يعني كي يدير روزنامه يبروغراميها من قبل، يعني يبرمجها من قبل، ماشي حتى دقيقه الاخرانيه وبعد يدير لنا مثلا امتحان مستوى، لانه خاصه كاين الامتحان المستوى طاح يعني مع البكالوريا الرياضيه، كاين اللي الطلبه الجدد من سبتمبر هما يقراوا حتى ال 15 مارس باش خلصوا التسجيلات، يعني فتره اللي ماركه في المسجل في 15 مارس. إما من 15 مارس حتى يعني الأفريل وما شغل عطاو له فرصة غير صغيرة، فترة صغيرة ما ينجمش حتى ولو كان يكون وش يكون ما يقدرش يراجع. هؤلاء الطلبة يناشدون الوزير والديوان بالتدخل لإنصافهم وإعطائهم وقت للمراجعة من أجل ضمان الانتقال إلى المستوى الأعلى. هما قالوا لنا إلكتروني وعطاونا 40 يوم باش نعقبوا فيهم زوج فروض إلكترونية في بلاصة الامتحان حظ. ما جوزناهمش، لغاوهم، وكي لغاوهم خلوها في المجهول، بقات في المجهول. بعد 21 افريق قال لك حضري ما يكفيناش الوقت 25 يوم باش نراجعوا هذا ما كامل. ودك في اثبات المستوى نحاولنا فيزيك الله اعلم، وداروا لنا لغه فرنسيه، واللغه الفرنسيه دوك حنا ما عندناش كتاب تاعها، سما ما نقدرش دوك نريفيزيو فيها. كيما حنا خدامين كون قلتوا لنا مع الاول حضوري قال نخصوا وقت نقرا ونشوفوا كيف نديروا شيوخه، ياك حنا نقراوا الكتروني. امتحان اثبات المستوى منذ سنوات يجرى في شهر ماي من كل سنه، ما عدا العام الماضي تعذر اجراؤه بسبب كورونا، وهو الامل الذي سار عليه طلبه هذا الموسم، لكن الاعلان عن اجرائه في وقت ضيق اخلط حسابات العديد منهم.